السلام عليكم، معاكم زميلتكم حوراء. درسي راح يكون عن شلون نقدر نقسم صورة حق عدة بوستات لإنستغرام. أنا حبيت أقسم الصورة إلى 6 بوستات، فاخترت العرض 3240 والطول 2160. نضغط كرييت، بعدها نروح فيو نيو وايد لاي اوت. قلنا 6 بوستات في الكولومز 3 والروز 2، نضغط اوكي. بعدها نجيب الصورة اللي نبي نقسمها، بليس امبيدد، نختار الصورة، انتر. بعدها نرد نروح الى فيو، لكن هالمرة نروح شو وسلايز. مثل ما نشوف هني طلع لنا ان هذه كلها ارت بورد واحدة، فنروح الى السلايز تول ونحدد الارت بورد كله. بعد ما نشوف هني طلع لنا ازرق، نضغط كليك يمين، نتأكد ان ماوس عليه و ديفايد سلايز. فوق 2 تحت 3، ليش؟ بالطول نبي الصورة بوستين وبالعرض 3 بوستات. الحين نلاحظ ان الصورة اتقسمت الى 6 بوستات، لكن شلون الحين نسيبها على شكل عدة بوستات؟ فايل، لا سيف ولا سيف اس. هالمرة نروح الى اكسبورت، سيف فور ويب، كنترول زيرو حق تطلع كامل، وحق نقدر نحددها كلها نتأكد انه هني على الجي بي جي، والكواليتي لازم يكون 100، وبعدها نقدر نسيفها. والحين نتأكد انها تسيبت على بوستات. مثل ما نلاحظ تسيبت على 6 بوستات. وهذا كان درسي لكم، أتمنى استفدتم، شكراً.